الأناناس هي فاكهة استوائية تنمو في المناطق ذات المناخ الدافئ والرطب. يمكن زراعة الأناناس في المنزل أو في الحديقة، ولكن من المهم مراعاة الظروف البيئية المناسبة للنمو. ينمو الأناناس بشكل أفضل في المناطق التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 20 إلى 30 درجة مئوية. يحتاج الأناناس إلى رطوبة عالية حوالي 70% أو أكثر. يحتاج الأناناس إلى ضوء الشمس الساطع لمدة 8 إلى 6 ساعات يوميا. ينمو الأناناس في مجموعة متنوعة من أنواع التربة، ولكن يفضل التربة الخصبة والجيدة التصريف. هناك طريقتان رئيسيتان لزراعة الأناناس، إما من تاج الأناناس أو من جذور الأناناس. الطريقة الأكثر شيوعا لزراعة الأناناس هي قطع تاج الأناناس ووضع التاج في وعاء به ماء حتى ينمو الجذور. بمجرد نمو الجذور، انقل التاج إلى تربة مناسبة. الطريقة الأقل شيوعا ولكنها أكثر فعالية، ابحث عن نبات الأناناس ناضج يحتوي على جذور. اقطع جذور النبات بحذر وانقل الجذور إلى تربة مناسبة. رعاية نبات الأناناس: ري نبات الأناناس بانتظام خاصة خلال أشهر الصيف. قم بتخصيب نبات الأناناس مرة واحدة في الشهر باستخدام سماد مركب متوازن. قم بتقليم أوراق الأناناس الميتة أو التالفة. يمكن أن يتعرض نبات الأناناس لإصابة ببعض الآفات والأمراض مثل حشرات المن والتبقعات. قم بفحص النبات بانتظام بحثا عن أي علامات للإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الآفات والأمراض. يستغرق نمو الأناناس من 16 إلى 23 شهرا اعتمادا على الظروف البيئية. يمكن حصاد الأناناس عندما يتحول إلى اللون الأصفر أو البرتقالي ويصبح تاجه بنيا. استخدم سكين حاد لقطع الأناناس عن النبات واترك سنتيمترات من التاج على الثمرة. قم بتخزين الأناناس في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم قبل تناوله. الأناناس فاكهة صحية تحتوي على العديد من الفوائد، بما في ذلك غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. يساعد على الهضم، يعزز المناعة، يساعد على تحسين صحة القلب، يساعد على تقليل الالتهاب.